تليق بهم الابتسامة ولا يستحقون غير الفرح طبعاً. ولكن في عالمنا اليوم ملايين الصغار سرق منهم الفقر والحروب والصراعات وأخواتها كل شيء، وقد أضيف إلى المآسي وباء كورونا. في المعركة الكونية ضد الفيروس انكفأت الدول على نفسها، أغلقت حدود وشلت اقتصادات، والصغار في قلب المأساة. رقعة الكارثة تتسع، وأمامها يطلب صندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف الحصول على 1.6 مليار دولار، وهو أكثر من ضعف الطلب الذي تقدم به قبل نحو شهرين لمساعدة الأطفال الذين يعانون بالفعل أزمات إنسانية وفاقمت تداعيات الوباء مأساتهم. وتلقت المنظمة منه حتى الآن 215 مليون دولار فقط منذ أواخر مارس الماضي. في أرقام يونيسف، نحو 77% من أطفال العالم يعيشون في واحدة من 132 دولة تفرض شكلا من أشكال القيود على الحركة. وقد حذر تقرير للأمم المتحدة من احتمال وفاة مئات الآلاف من هؤلاء هذا العام نتيجة الانكماش الاقتصادي. الأرقام مقلقة، والمقلق أكثر هو أن كورونا ما زال يتوغل وإلى أجل غير محدد.